صباح الفل والخير، برحب بحضراتكم. منتصف الاسبوع ما كنتش معاكم امبارح للاسف الشديد. احنا بقالنا فتره عمالين نتكلم عن يعني الفيروسات والمناعه وحاجات زي كده، وازاي الواحد يبقى حياته سليمه والكلام ده كله، لكن للاسف الشديد ما فيش حد بيسلم. انا كان اصبت يعني بفيروس في عيني، وده منعني، ولحد دلوقتي على فكره انا عندي مشكله بس يعني ما بشوفش تقريبا، عشان برضه ما فيش لا ما بشوفش خالص من بعيد يعني بشوف اوبجكت بس يعني ان شاء الله يعدي الموضوع ده على خير. بس نخلي بالنا، انا ليه بقول الكلام ده؟ لان زي ما احنا كل يوم بنحاول ان احنا نقدم نصيحه يعني تحديد في الفقره الطبيه اللي بتكون معانا، مهم جدا ان الواحد يخلي باله لحد هذه اللحظه الموضوع ما هواش يعني رفاهيه او غيره. الفيروسات موجوده، مش شرط تبقى الفيروس اللي بنصاب بيه اللي بنخاف منه بس كورونا، لا ممكن يبقى اي شيء تاني. فربنا يسلم. صباح الفل و10 الصبح في الاهلي، اذا كنت بقول لحضراتكم اكيد معانا النهارده اخبار مختلفه، وعايزين بقى نتكلم كده في نهايه الموسم وبدايه موسم جديد، وايه اللي بيحمله يعني او بتحمله الاخبار من تطورات في ملف طبعا النادي الاهلي. كل ده ان شاء الله على مدار الحلقه. بونجور جدا. بونجور جدا قوي خالص. صباح الفل والحمد لله على السلامه والف سلامه عليكي. الله يسلمك يا كيمو. وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وفعلا عندنا كتير من المستجدات وكتير من الاخبار هنتكلم مع حضراتكم فيها ضمن سياق حلقتنا النهارده، وتحديدا الجزء الاول منها. والجزء الثاني هيكون عندنا فقرتين حواريتين. اولى الفقرات هنتكلم فيها عن انجازات المنتخب المصري للاولمبياد الخاص للكره النسائيه الموحده. ايه التفاصيل بتاع هذا الامر؟ هنعرفه من المهندس هاني محمود وهو رئيس الاولمبياد الخاص، وكمان هتنورنا اللاعبه الاهلاويه فاطمه طارق لاعبه كره القدم للاولمبياد الخاص. دي الفقره الاولى. اما الفقره الثانيه فهينورنا فيها كابتن ايهاب جلال حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب، واكيد هنتكلم معاه مبدئيا بالتفصيله لان هوند يعني ختمت الجزء اللي فات من كلامها بيها. يا ترى ايه اللي بتحمله لينا الايام وان شاء الله الموسم الجديد، واللي لازم يكون ليه طبعا استعدادات خاصة جدا طبقا للي مرينا بيه في الفترة اللي فاتت. هنتكلم معاكم في التفاصيل. هو بس أهم حاجة عايزين نركز عليها يعني، ودي مش جملة كليشيه، هي دي جملة التاريخ هو اللي بيثبت إن هي صحيحة. فكرة إن إحنا الكيانات الكبيرة بتمرض ولكن لا تموت. ممكن أقع كده أتكعبل لكن إيه ما بتكسرش، أنا برجع مرة تانية. ما فيش مشكلة عندنا ولا أزمة على فكرة إن إحنا نمر بمشاكل أو نمر بفترة صعبة، وإحنا طالعين وبنقول إحنا بنمر بفترة صعبة، ما بنقولش إن إحنا أفضل شيء، عادي بنمر بفترة صعبة بس هتعدي. المهم والأساس إن إحنا نبقى في ظهر نادينا على الحلوة وعلى المرة، واللي عندنا الحلو كتير في ناس تانية عندها المر كتير، إحنا عندنا الحلو كتير، فيسمح لنا جدا إن إحنا نستحمل ونعدي ونثق في الإدارة وفي مجلس الإدارة وإن شاء الله في الإدارة الفنية. أكيد لسه برضو في كلام كتير جدا على كذا نقطة هنتكلم على أساسها طبعا على مدار الحلقة والأسابيع اللي جاية، لكن مهم جدا إن إحنا نكون موجودين وقت ما النادي بيحتاجنا، وقت ما هذا الكيان اللي إحنا بنعشقه بيحتاجنا، هو ده اللي إحنا عايزين نركز عليه. بخصوص بقى او بمناسبه هذا الكلام، خليني اقول لحضراتكم طبعا احنا بنشهد نهايه الموسم زي ما كنا بنتكلم، ونهايه الموسم برضو بيحمل نهايه بعض يعني المسيره بعد او مسيره بعض اللاعبين اللي قدموا كتير جدا للنادي الاهلي. بنتكلم عن يعني وليد سليمان، للاسف الشديد هو خلاص بينهي يعني الفتره بتاعته. برضو انت رايك ايه في الموضوع ده؟ صحيح وليد سليمان ده برضو من اللعيبه الاستثنائيه على كل الاصعده، كلاعب وكانسان وكرمز للنادي الاهلي، وكطبيعه علاقه خاصه جدا بينه وبين جماهير النادي الاهلي اللي لقبته بالحاوي. وليد سليمان كان طرف اساسي وعنصر مشارك بمنتهى القوه والفعاليه بالزبط. في مليون انتصار قبل كده اتحقق مع النادي الاهلي. هو شخصيا تاريخ وليد سليمان يعني بيقول هو عمل ايه. 10 سنين يعني طبعا يا كريم، الاخيره كمان دخل وتمكن ان هو يخش قلوب كل الاهلاويه، وما بيعتبرش لاعب بس كده كبير طبعاً. وخلاص لا، هو كان ليه كتير جدا قدمه للاهلي، وكان عنده التزام. في لعيبه كده بتمتاز بالالتزام، تمتاز بالاحترام للنادي او للتيشيرت اللي هي بتبقى لابساها. وليد سليمان هذا المثال يعني، وينطبق عليه هذا المثال بشكل كبير جدا يعني، من اوائل بقى 2011 حسب ما انا برضو عارفه. لا شخصيه محترمة جدا، بنوفقه في كل خطواته، لكن بتبقى كده هي الدنيا، كل مسيرة أو كل قصة بيبقى ليها نهاية يعني. لكل حال برضو من جانب النهايات بقى للموسم، احنا عندنا النهاردة مباراة ختامية في الدوري مع سيراميكا كليوباترا زي ما حضراتكم عارفين، وأكيد هيكون لينا كلام وتفاصيل كتيرة جدا في الفقرة أكيد الحوارية، لأن عندنا كلام يا كريم برضو عايزين نتكلم فيه. قصة يعني مش هنقول الأزمات المتكررة، بس هنقول اللي جاي هيبقى شكله إزاي في ظل
الظروف الراهنه، يعني شوف احنا هنتكلم من نقطه ان احنا لسه هنخش موسم جديد، وبالمناسبه واحنا داخلين خلاص الموسم الجديد برضو بنفس الى حد ما بنفس المشاكل اللي عندك او بنفس القصص اللي عندك اللي انت بتعاني منها، بس ازاي بقى الوضع هيكون موجود؟ ازاي ممكن ان احنا نتلاشى بعض الاخفاقات اللي موجوده؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه طبعا في الفقره الحواريه، لانه مش عايزين برضو نخش او ندي لنفسنا، يعني الواحد بيحب يبقى واقعي او انا بحب ابقى واقعيه، يعني لا يمكن ان انت تيجي تضحك على نفسك وتقول لك الموسم الجاي انا داخل ما عنديش مشكله من المشاكل اللي كانت معايا في الموسم القديم، اكيد هندخل بمشاكل مكرره او يعني سلبيات متكرره، فنتمنى بس ان الوضع يكون افضل الى حد ما، ولا انت رايك ايه؟ والله رايي ان مبدئيا يا ريت ما ندخلش بنفس المشاكل المتكرره اللي احنا اتكلمنا عنها لفتره طويله قوي، واعتقد ان خلاص في الفتره الاخيره ودي حاجه بقت واضحه لنا كلنا، في شويه خطوات تم اتخاذها بالفعل والبعض اخر من الخطوات بصدد اتخاذه عشان تصحيح الوضع الراهن اللي هو بكل المقاييس غير مرضي بالمره، لا لجماهير النادي الاهلي ولا للعيبه النادي الاهلي المفروض ولا للكره المصريه والله يا كريم اكيد بطبيعه الحال. فان شاء الله ان شاء الله مع بدايه الموسم الجديد يكون على الاقل الجزء الاكبر من المشاكل يا اتحلت يا افترقها للحل، لان الحقيقه الحاجه الاكيده ان ما ينفعش ان الوضع يستمر على ما هو عليه. عوده بقى لي وليد سليمان، وكنا بنتكلم معاك وانا ونهاوند عن مدى استثنائيه هذا اللاعب، لو هنتكلم على انجازاته فالحقيقه انجازات وليد سليمان حدث ولا حرج، ده عايز لها حلقتين لوحدهم، يعني من اول موسم يعني شارك فيه مع النادي الاهلي كسب الدوري، وفي 2012 كسب دوري ابطال افريقيا وكان دوره مؤثر جدا في مباريات هذه البطوله، السنه اللي بعدها كسب برضه دوري ابطال افريقيا ولعب في كاس العالم للانديه في المرتين بالمناسبه 2012 و2013، بعدها كسب البطوله الكونفدراليه وكان صاحب اسيست الهدف الغالي جدا اللي سجله عماد متعب في مرمى سويسبور لو تفتكروا في الدقيقه حاجه و90 93 94 في النهائي الشهير اللي طبعا اقيم في استاد القاهره، كمان في نفس السنه كسب بطوله الدوري، ومن موسم 2015 2016 وحتى 2020 كسب وليد سليمان بطوله الدوري مع النادي الاهلي وبطوله الكاس سنه 2017 وسنه 2020، ورجع كسب دوري ابطال افريقيا سنه 2020 في المباراه الشهيرة أمام الزمالك، وبعدها كسب البطولة للمرة الثانية على التوالي في 2021، ومعاهم كسب السوبر الإفريقي أربع مرات ويعني برونزية كأس العالم للأندية مرتين وبطولة كأس السوبر المصري خمس مرات، يعني الحقيقة إنجازات عظيمة جدا، بطولات ملهاش أول من آخر، يعني الحقيقة في جعبة الحاوي وليد سليمان من خلال أكثر من 170 مباراة وما يقرب من 45 هدف مع كبير أندية مصر وإفريقيا. طبعا لازم نقول لوليد سليمان شكرا جزيلا على كل حاجة أنت عملتها، شكرا جزيلا على كل إسهاماتك مع النادي الأهلي، الحقيقة كانت حقبة عظيمة جدا جدا استمتعنا فيها معاك بأهداف رائعة وبطولات رائعة، نتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله باذن الله باذن الله. وخلي بالك برضو اللعيبه الكبيره اللي تكون عملت فرق كبير او عملت كتير مع النادي الاهلي بيبقى ليها برضو بعد كده استكمال او بتستكمل هذه المسيره، سواء بقى من يعني تحليلات او تدريب او غيره، فلسه يعني اعتقد وليد سليمان من الاسماء اللي كانت في الاهلي اللي هي لسه مسيره العطاء عندها هتستمر، مش بس قصه ان هو كلاعب خلصت يبقى كده المسيره انتهت، بالعكس النادي الاهلي دايما بيحب ان هو يستفيد بولاده، وده واضح يعني لحضراتكم في أقسام مختلفة. يعني خلينا نروح بعد كده لبطولة إفريقيا لشابات الكرة الطايرة، واللي استطاع المنتخب الوطني بتاعنا أنه هو طبعا احنا نتكلم تحت هنا 21 سنة أنه هو يفوز على منتخب الكاميرون، واتكلمنا في البطولة دي بقالنا فترة وقلنا يعني احنا عايزين البطولة والشابات بتوعنا أو يعني شابات الكرة الطايرة المنتخب بتاعنا عاملين شغل محترم جدا، هم فازوا كمان بنتيجة محترمة 3-0 في افتتاح هنا مشوار البطولة بطولة افريقيا المقامه بتونس، طبعا بطوله محترمه جدا وتقيله جدا. خليني اقول لحضراتكم الارقام برضو، النتيجه جت الاشواط كده 25-23 25-21 25-14، وبالمناسبه برضو منتخب الوطني للكره الطايره كان توج قبل كده من كام يوم ببطوله افريقيا للشباب بقى تحت 21 سنه، فاحنا بنتكلم كريم شباب وشابات برضو اللي استضافتها تونس لما اتغلب هنا بقى على المنتخب التونسي بنتيجه 3-1، فشغل محترم على الجانبين. يعني دلوقتي حتى لما بتشوف رياضه مصر متقدمه فيها بتبتدي تركز بقى طب احنا كشباب وكشابات عاملين ايه، هتلاقي ما شاء الله بجد هنا وهنا عاملين شغل محترم جدا، اوقات كتيره بتبقى الشابات هي اللي واخده مركز اول صحيح. بس يعني بس برضو طبعا
اللي بيفرحك ان انت على الصعيدين انت بتبقى متقدم وعامل يعني بطولات واخد ميداليات، فهو ده المهم جدا، ده بيأكد ان في طفره فعلا في الرياضه المصريه على الارض بتتم، مش فكره بقى فئه معينه او رياضه معينه، فده اعتقد شيء يعني يحترم جدا. وبرده من الحاجات المحترمه وبرده من الحاجات اللي تفرح فكره الهيمنه والسيطره المصريه على رياضه الاسكواش وعلى الصعيد العالمي كمان. بالمناسبه اعلنت رابطه اللاعبين المحترفين الاسكواش التصنيف الجديد للاعبين لشهر اغسطس 2022، ويحتفظ علي فرج لاعب المنتخب الوطني بموقعه في الصداره للشهر الرابع على التوالي، وجاء نيوزيلندي بول كول في الوصافه، استقر مصطفى عسل نجم النادي الاهلي في المرتبه الثالثه، بينما احتل البيروفي دييجو الياس المركز الرابع. محمد الشرباجي اللي بيلعب باسم انجلترا جاء في المركز الخامس، فيما استقر كل من طارق مؤمن ومازن هشام ومروان الشرباجي وفارس دسوقي في مراكزهم السادس والثامن والتاسع والعاشر على التوالي، وجاء الويلزي جون ماكين في المركز السابع، وشهد التصنيف ارتقاء كريم عبد الجواد للمركز ال11، وكمان ارتقى يوسف سليمان للمركز ال12، ويوسف ابراهيم في المركز ال13، عشان يكون اخر المصريين اللي انضموا الى قائمه ال20 الافضل في التصنيف العالمي لرياضه الاسكواش. بصوا حضراتكم نتكلم على تصنيف لافضل 20 لاعب، بصوا احنا قلنا كام اسم مصري منهم، فحاجه زي الفل. ما تعرفش ليه في بعض الرياضات يعني تلاقي ان فعلا مصر فيها متالقه جدا، مش عارفه هي ممكن تكون راجعه لثقافات مختلفه ليه يعني كل بلد، بس فعلا احنا في السكواش ومن سنين طويله جدا سيطرة. دي مش حاجه مؤخرا، بس مؤخرا يمكن بقى مطروح على الساحه اكتر اسماء لشابات وشباب كتيره او بشكل اكبر، وفي نفس الوقت بقى الرانكينجز بتاعتهم برضو عالميا افضل بكتير، بتتكلم في مراكز اولى عالميا والمده طويله جدا. فلا يعني عايزه اقول لك على حاجه، انا فاكره اول بطوله كمان اتعملت اللي هي بطوله الجونه الدوليه للسكواش من سنين طويله جدا، واول مره بقى تبتدي ان انت او مش من اول مره من المرات الاوليه يعني اللي انت ابتديت بقى عايز تروح تركز على رياضه انت فيها شاطر قوي او يعني موهوب او عندك كوادر كويسه، وتبتدي تسلط الضوء كمان من ناحيه السياحه الرياضيه عندك في البلد. فدي كانت خطوه حلوه جدا من ناحيه السياحه ومن ناحيه الرياضه. والاسماء اللي كانت مشاركه قد ايه كانت اسماء برضو كبيره جدا، وناس كمان اعتزلت يعني، في طبعا اسماء كبيره كانت محترمه منهم رامي عاشور وغيرهم اعتزلوا، بس مش رامي عاشور اللي اعتزل يعني، رامي دلوقتي برضو ما بيلعبش بتهيألي، بس اسماء كتيره جدا كانت موجوده وقتها كانوا ابطال لسنين طويله، وطبعا محمد الشرباجي وغيره كل دول كانوا موجودين، بس هي كانت للرجال وقتها ما كانش فيه سيدات، بعد كده اتعملت للسيدات ونور الشربيني كسبت فيها. بدايه اللعيبه كانت لعيب في السكواش جت مع احمد براده تحديدا. احمد براده يعني فتح الباب لجيل كامل للحقيقه. صح، احمد براده من اكتر او من اكتر الاسماء طبعا. واحنا يعني صغيرين كنا بنسمع اسمه، يمكن بعد كده صح ابتدى التركيز شويه، بس انت فاكر احمد براده زمان طبعا. كان حاجه طبعا. كان حاجه فظيعه يعني. على كل حال خليني اكمل مع حضراتكم، لان برضو اعلنت رابطه اللاعبين المحترفين للسكواش باسماء هنا بقى اللاعبات، يعني كريم قال اللاعبين، خلينا نروح للاعبات، وده التصنيف الجديد برضو هنا بنتكلم وصلت المتالقه. انا بجد يعني ما شاء الله نوران جوهر قد ايه اتكلمنا عنها بتصدرها هنا التصنيف للشهر الخامس على التوالي، بعد ما انهت سيطرة نور الشربيني برضو من الأسماء المحترمة جدا على صدارة التصنيف اللي امتدت هنا كريم 17 شهر يعني سنة وشوية، وشهد التصنيف برضو هنا عودة نور الطيب لقائمة أفضل 10 بعد ما ارتقت 3 مراكز دفعة واحدة، برضو ده يعتبر إنجاز كبير في الإسكواش بالمناسبة، وأصبحت في المركز الثامن، وده بعد ما تم تتويجها بلقب بطولة زاد المفتوحة دي اللي كانت أول امبارح. طيب خلينا نروح لباقي التصنيفات، نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، روان العربي في المركز السابع، سلمى هاني في المركز التاسع، عشان يضم بعد كده تصنيف العشر الاوائل بنتكلم يا كريم 6 لاعبات مصريات في العشر الاوائل ولسه بيواصل بطلات السكواش اكيد المصريين او المصريات بسيطرتهم على العرش العالمي، حاجه بجد محترمه جدا، مزيد صحيح. من التالق يا رب، ومزيد من اشخاص وابطال بيرفعوا اسم بلدنا في محافل دوليه مختلفه، هو ده اللي احنا عايزينه يعني، هو ده اللي زي ما بتقال مش هقول قوه ناعمه، بس هي قصه ان انت لازم يبقى ليك وجود يا كريم في اي محفل عالمي ونتكلم رياضيا تحديدا، ان انت عندك الكوادر، يمكن زمان ما كناش بنقدر ان احنا نشارك في كل البطولات لقله الامكانيات والاهتمام، الموضوع تماما اختلف دلوقتي، ولو ان برضو الامكانيات لسه بس في بعض الرياضات مش في كل الرياضات، بس احنا متفائلين وانا متفائله باذن الله في اولمبياد برضو باريس 2024
اللي انت لما اتكلمت واستضفت كتير من الرياضيين المختلفين في رياضات مختلفه بتشارك في الاولمبياد، كله بيقول لك احنا بنستعد من السنه اللي فاتت، احنا مش بنستعد من دلوقتي ل 2024، احنا بنستعد من وقت كمان طوكيو. يعني الواحد بيبص لقدام اول ما بينهي بطوله او حتى هو في بطوله بيبص لقدام، فان شاء الله خير يا مسهل الحال. وبرده من الحاجات الحلوه ودي حاجه بنتكلم مع حضراتكم يعني عنها تقريبا، انا عن نفسي ما افتكرش ان في اسبوع ما اتكلمناش مع حضراتكم فيه عن بطوله ما بتنظمها مصر، وغالبا ما بتكون بطوله عالميه كمان. بالمناسبه امبارح عقدت اللجنه المنظمه لبطوله العالم للكراسي المتحركه لكره اليد اجتماع لبحث الترتيبات المتعلقه باستضافه مصر لبطوله العالم اللي ان شاء الله هتستضيفها مصر للمره الاولى خلال الفتره من 17 الى 25 من سبتمبر المقبل. طبعا الكلام ده هيحصل في صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. تناول الاجتماع مناقشه كافه الاستعدادات المتعلقه بالبطوله وكمان اماكن الاقامه المقترحه، برنامج الفعاليات، المؤتمر الصحفي اللي هيقام على هامش البطولة، بالإضافة طبعا إلى التطرق لجميع التفاصيل الخاصة بتنظيم هذه البطولة. طبعا بطولة مهمة جدا وفي اهتمام كبير الحقيقة من الدولة المصرية باستضافة بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة في نسختها الأولى، ودي تعد هي النسخة الأولى من نوعها تاريخيا، وإن شاء الله هتستضيفها مصر وهتشارك فيها ست دول، هي مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي. وبرضو بالمناسبة عايزين نقول لحضراتكم إن المنتخب المصري للكراسي المتحركة كان دخل معسكر مغلق في صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر طبعا استعدادا لهذه البطولة اللي إن شاء الله هتنطلق فعالياتها الشهر المقبل. ويتكون معسكر المنتخب الوطني من 16 لاعب هيتم تقسيمهم ل 10 لاعبين لخوض البطولة، منهم 8 من الرجال واثنين من السيدات، وبيضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين بالإضافة إلى حارس مرمى في الملعب في اثناء المباراه بشرط تواجد سيده بشكل اساسي. دي يعني شروط التكوين او ده بس حلو، ده حلو قوي على فكره، حاجه مختلف. محترمه يعني بجد الواحد بيفرح من اخبار زي دي، ده حقيقي. ماشي، ده كان الجزء الاول، لسه عندنا فاصل سريع وهنرجع لحضراتكم لان لسه معانا اخبار كتيره هم او تهم حضراتكم خاصه بالنادي الاهلي واكيد كمان الرياضه المحليه والعالميه. فاصل ونكمل. أهلا بكم مرة تانية، خلونا نتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بفرق النادي الأهلي المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة موجودة حاليا هي في مقر النادي الأهلي بجزيرة هنا أبو القاسم. صباح الفل عليكي، أهلا بيكي، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون عنده المباراة الختامية من بطولة الدوري، مباراة تكون أمام فريق سيراميكا كليوباترا الساعة 4:30 مساء. يعني الفريق كان اختتم استعداداته للمباراة أمس هنا على ملعب مختار التتش. مستر ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق كالعادة كان حريص على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن بعض الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة. بشكل عام المران كان مبني على جزء بدني وأيضا فني، وبعد كده طبعا لعبوا الفريق تقسيمة استعدادا لمباراة النهاردة. بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى نروح دلوقتي للألعاب الأخرى وبطولة جديدة بتضاف لبطولات السباحة داخل النادي الأهلي، ده بعد تتويج فريق الناشئين والناشئات بالسباحة بالنادي الأهلي ببطولة منطقة القاهرة. البطولة كانت بتقام على استاد القاهرة الدولي، والحقيقة إن فرق النادي الأهلي عملت بطولة كبيرة جدا، قدرت تحصل على المراكز الأولى وأيضا قدر يحصل زياد جمال عشري كأس أفضل سباح واللاعب وأيضا كأس أفضل رقم. من جانب آخر قدرت تحقق اللاعبة صوفيا أحمد شريف كأس أفضل سباحة. يعني طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز السباحة داخل النادي الأهلي وبتمنى لهم مزيد من التوفيق. نروح بقى للعبة كرة الطايرة ولعبة جديدة بتتعاقد مع فتيات الذهب، فتيات كرة الطايرة بالنادي الأهلي، لعبة طبعا قادمة من بورتوريكو. اللاعبة ديانا كارولينا رايس هي مضت مع النادي الأهلي لمدة موسم لتدعيم الصفوف. يعني دي طبعا مش أول لعبة يتم التعاقد معاها للموسم الجديد، أيضا تم التعاقد مع اللاعبة علياء هاني واللاعبة مريم ثروت، وأيضا تجديد عقود اللاعبات سارة أمين، دعاء الغباشي، آية الشامي، وكابتن كابيتانو نهله سامح. بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله يعملوا موسم كبير جدا هذا الموسم زي ما عودونا دايما.
نروح بقى للعبة كرة اليد، ورجال كرة اليد لسه مستمرين في الراحة السلبية اللي كان منحها الجهاز الفني لمدة 48 ساعة، ده طبعا بعد العودة من معسكر اسبانيا وايضا بطولة البوسنة الدولية واللي قدروا يتوجوا بيها، والحقيقة كانوا عملوا بطولة كبيرة جدا استعدادا للموسم الجديد. هيستأنفوا تدريباتهم مرة أخرى غدا إن شاء الله عشان عندهم بقى مباريات مهمة جدا الفترة القادمة. البداية هتكون من السوبر المصري اللي هيكون أمام الزمالك وسبورتنج يوم 11 و12/9، بعد كده هيبدأوا موسم وبطولة الدوري يوم 16/9، هيكون عندهم مباراتين كل أسبوع، ثم بقى هيبدأوا بطولة أفريقيا يوم 30/9 واللي هتقام في تونس. يعني الحقيقة أن عندهم في نهاية الشهر مباريات مهمة جدا، بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا بقى نروح للجمباز، واعلن النادي الاهلي امس التعاقد مع خبراء اجانب لتطوير ودعم جهاز الجمباز بالنادي الاهلي واداره فرق السيدات والرجال. حقيقة دي طبعا خطوه مهمه جدا، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. النادي الاهلي الحقيقه بيطور جميع القطاعات داخل النادي، يعني كل الالعاب سواء كره قدم او العاب اخرى، بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله يعملوا موسم كبير جدا. يعني قبل ما اختم كلامي طبعا بضم صوتي لصوت جميع الاهلاويه، وبتمنى للحاوي كابتن وليد سليمان التوفيق فيما هو قادم، يعني تاريخ كبير جدا من العطاء داخل جدران النادي الأهلي، وهيظل دائما محفور في جميع الأهلوية. يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك يا هنا على التغطية الجميلة دي كالعادة. طيب احنا كده اتعرفنا على مستجدات النادي الأهلي، خلونا بقى نتعرف على مستجدات الصحافة الرياضية. نروح مع حضراتكم للبوابة نيوز وزميلتنا نورهان طمان عشان نعرف منها أهم المنشطات والأخبار في الصحافة والمواقع المختلفة كمان محليا وعالميا. نورهان بونجور، صباح الفل، وخلينا نعرف منك، وانت معاكي برضو أخبار كتيرة ومتنوعة، وده أنا بحبه جدا فيكي بصراحة، بتجمعي لنا أخبار مختلفة من يلا كورة. في أول حاجة المنشط وشد انتباهنا وكريم بصراحة، أول سيدة في التاريخ بتحكم مباراة الدوري أو بتحكم مباراة الدوري، وتقدم مدرب لخطبتها عقب إحدى المباريات. يعني خلينا نعرف قراية فتحة في الشوط الثاني، مش عارف، خلينا نعرف منك تفاصيل، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا نهاوند من مقر جريده البوابه نيوز، بطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. ويمكن اول خبر معانا فعلا هو خبر يعني مهم بالمناسبه، بعيدا عن يعني الجزء او الشق الاخر الكوميدي منه، ولكن هو خبر مهم يعني باسناد اول مباراه في الدوري المصري للسيده. ويمكن احنا بنعاني من التحكيم، وان شاء الله بعد كده ما يكونش في مشاكل في التحكيم لما يعني يكون السيدات او المراه هي بقى اللي بتحكم كره القدم. خلينا نروح للمانشيت، اول سيده في التاريخ تحكم مباراه دوري، تقدم مدرب لخطبتها عقب احدى المباريات وتلقب بكولينا. طبعا السيده شهنده المغربي دخلت التاريخ من اوسع ابوابه بعد ان اصبحت اول حكم مصري يدير مباراه رسميه في الدوري المصري، وطبعا ده هتدير مباراه سموحه وطبعا فاركو، ودي اول مباراه تحكيميه لها، كانت يمكن ضمن احد يعني الاطقم المساعده لمباراه بيراميدز واف سي مصر من قبل، ولقبت نسبه الى الحكم الايطالي بيرولوجي كولينا بكولينا، وقالت ان هي عقب احدى المباريات تقدم احد مدربي يعني الفرق اللي كانت بتخوض المباراه لخطبتها. طبعا دي خطوه جيده جدا للجنه الحكام والتحكيم المصري. احنا طبعا خلينا نفكركم انه كان في حكم اسمها استيفاني فرابات، اول سيده فرنسيه تحكم في دوري ابطال اوروبا، وحكمت مباراه يوفنتوس ودينامو كييف في دوري ابطال اوروبا. احنا طبعا بنتمنى للتحكيم المصري كل التوفيق، ونتمنى طبعا للسيده شهنده المغربي كل التوفيق. تاني خبر معانا من اليوم السابع، ناشئي منتخب مصر لليد في مواجهة الجزائر وبطولة إفريقيا، يخوض في ضربة البداية منتخب مصر للشباب ضربة البداية اليوم، مباراة طبعا نظيره أمام مباراة أمام نظيره الجزائري في البطولة الإفريقية المقامة في رواندا. كمان خلينا أقول لكم أنه رواندا بتستضيف هذه البطولة من 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، وكمان من المقرر أن يواجه منتخب مصر صاحب الأرض غدا قبل أن يحصل على راحة يوم الخميس.
ومن موقع البوابة نيوز، وزارة الرياضة تدعم منتخب الكاراتيه استعدادا للمشاركة بالبطولة الأفريقية. أكد الاتحاد المصري للكاراتيه على إتمام الاستعدادات لمنتخب للمشاركة في البطولة الأفريقية المقرر إقامتها في تونس إن شاء الله. وكمان وجه الشكر الاتحاد المصري للكاراتيه لوزارة الرياضة على دعمها للاتحاد في الفترة الأخيرة. آخر خبر معانا، والتنس وتفوق عربي على أمريكا، والتونسية أنس جابر تصعد إلى الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وده من صدى البلد. وتأهلت البطلة التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوز سهل على الأمريكية ماديسون برينكل بمجموعتين دون رد. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع البوابة نيوز. شكرا لكم جدا، وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. شكرا ليك زميلتنا المتألقة حي نورهان طبعاً على هذه التغطية. طيب احنا بكده نكون انتهينا من الجزء الأولاني من حلقة النهاردة. هنطلع فاصل سريع كالعادة ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم أولى فقراتنا الحوارية. خليكم معنا. يا أهلا بكم في أولى فقراتنا الحوارية. فرصة عظيمة بقى عشان اللي من حضراتكم ما يعرفش تفاصيل يعرفها. كل التفاصيل دي هتكون متعلقة بمنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، واللي الحقيقة حقق كمان في الفترة الأخيرة إنجاز كبير جدا بعد حصوله على برونزية كأس العالم مؤخرا. طبعا ده إنجاز كبير. عايزين نعرف بقى الطريق اللي الجماعة مشوا فيه عشان يوصلوا في الآخر لهذا الإنجاز المحترم، وده اللي هنعرفه من خلال الباشمهندس هاني محمود، وهو رئيس الاتحاد ورئيس الأولمبياد الخاص، وكمان منورانا فاطمة طارق لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية للأولمبياد الخاص والأهلوية جدا قوي. دي حاجة بقى. صباح الخير عليكم. صباح طبعا الخير يا فندم. بس واحنا بنتكلم كده قبل الهوا وكنا بنسأل فاطمة، يعني قلت لها انا احب الأهلي قوي. طب ما تيجي نبدأ من هنا يا فاطمة قبل ما نخش بقى على الأولمبياد الخاص والتفاصيل يا باشمهندس، بس قولي لنا انت بتحبي الأهلي من امتى؟ تتفرجي على الماتشات؟ العيلة عندك أهلاوية كلها ولا لا؟ خلينا نعرف. زمان بحب النادي الأهلي. علي صوت. زمان خالص بحب النادي الأهلي وفرق على الماتشات زمان. لا انا الوحيده اهلاويه، اخويا زملكاوي، بابا الله يرحمه زملكاوي. بس انا انت اخترتي الاهلي. اشمعنى؟ طيب لو العيله كلها زملكاويه بنطلع زيهم، اشمعنى بقى الاهلي؟ حبيت بحب كابتن محمود خطيب جدا 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 ونفسي اسلم عليه ان شاء الله. لا يحصل يا خبر، ده هو يعني يحب جدا على فكره. كابتن محمود بيحب كل الشباب كمان الرياضي والبطل، وانت بطله يعني فاطمه اصلا انت بطله، وهنتكلم بقى في ده. بس خلينا نفهم من الاول او نشرح يا باشمهندس برضو الساده المشاهدين، بنتكلم عن المنتخب المصري للاولمبياد الخاص لكره القدم النسائيه. ممكن يعني نتكلم اكتر عشان مش كل الناس عندها معلومه. اولا الاولمبياد الخاص، احنا في ثلاث انواع من الاولمبياد بتلعبوا في العالم. الاولمبيات العاديه بتاعت الاصحاء اللي احنا عارفينها كل اربع سنين، وبعدين في البارالمبيك دي لذوي الاعاقه الجسديه. ايوه. ثالث واحده هي السبيشال اولمبيكس، ودي مؤسسه عالميه بتعتني بذوي الاعاقه الذهنيه. فالاولمبيات الخاص متخصصه في الاعاقه الذهنيه، مش الاعاقه الجسديه. الاعاقات الذهنيه ليها تصنيفات بقى. لها خمس درجات، بتبدا من صعوبه التعلم للتوحد، وبتتدرج لحد ما توصل للاعاقه الكامله اللي هي زي بنسموهم يعني داون سيندروم، اللي هم الاطفال اللي هم عندهم متلازمه داون. ده بالنسبه لنا احنا كاولمبياد خاص مسؤولين عن الرياضه بتاعه الاولمبياد الخاص. بس كمان الاولمبيات الخاص مختلفه عن بقيه المؤسسات، انها كمان بترعى الولاد دول اجتماعيا وصحيا واسريا. يعني احنا بنبقى بنعمل يعني دعم كامل سواء للولاد. احنا بنعمل كل ثلاث شهور كشف طبي على سبع حاجات لغير القادرين من ذوي الاعاقه الذهنيه اللي بيجوا عندنا من الاعاقات من المدارس الفكريه. عندنا اولمبيات بتتلعب كل اربع سنين. الاولمبيات هتتلعب السنه الجايه في برلين. السنه اللي اخر مره اتلعبت في 2019 كانت في ابو ظبي، وكانت اول مره دوله عربيه تستضيف الاولمبياد. بس ليه مش ملقى على الصنف ده تحديدا من الدورات الاولمبيه الضوء كما هو ملقى على الدورات البارالمبيه مثلا؟ عشان اقول لحضرتك ان البارالمبيه بتتلعب بعد الاولمبيه على طول في نفس التوقيت وفي نفس المدينه. السبيشال اولمبيكس بتتلعب كل اربع سنين في النص، يعني انت بيحصل عندك الاولمبيات العاديه والبارالمبيك بيحصلوا مع بعض. فالبارالمبيك بتاخد يعني فوكس اكتر.
بعد سنتين بنلعب الاولمبيات الخاص اللي هي ذوي الاعاقه الذهنيه. هنلعب في برلين ان شاء الله، عندنا فرقه كبيره رايحه 120 في حوالي 14 لعبه، فده حاجه. اما كاس العالم بقى بس قبل ما نروح لكاس العالم، هل الموضوع بس الفرق ان التوقيت ولا في الحصول على الميداليات هو الفرق بين البارالمبيكس؟ لا مفيش فرق في الميداليات، ولكن هو البارالمبيك اقدم. اوكي، يعني البارالمبيك مؤسسه اقدم من السبيشال اولمبيكس، يمكن عشان كده برضه سنه 68، لكن البارالمبيك كانت قبلينا، وعشان كده حتى هم اللي اتفقوا ان هم يلعبوا في نفس التوقيت بتاع الاولمبيات بعديها مباشره. يعني بتخلص الاولمبيات العالميه بعديها على طول البارالمبيك في نفس الملاعب وفي نفس كل حاجه. اوكي، الاولمبيات الخاص بدات الحقيقه تم انشائها سنه 68، احتفلنا في 2018 بمرور 50 سنه على مستوى العالم. كاس العالم احنا بنلعب كاس العالم للرجال والسيدات كل اربع سنين برضه. 2018 كنا بنلعب في شيكاغو، والحمد لله خدنا برضو ميداليه برونزيه. كانت فاطمه مع حضرتك؟ لا فاطمه ما كانتش معانا. كانت لسه صغننه. كانت لسه صغيره بقى، ما كانتش معانا. هي هتحكي لنا عن الميداليه وكله، هنجي لها دلوقتي. ففي 2018 احنا خدنا بطوله المنطقه، بيحصل زي اي كاس عالم، بنصفي على مستوى ميدل ايست او يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فاخدنا مركز اول ومثلنا الريجون او المنطقه بتاعتنا في كاس العالم 2018 للسيدات. خدنا ميداليه برونزيه، وكانت الحقيقه النتائج بتاعتنا كانت خرافيه لدرجه ان المحطات الامريكيه كلها كانت بتسجل معانا. الله حلو. لك مصر فيها رياضه لذوي الاعاقه للسيدات، فكانوا يعني ايه بيقول لك معقوله؟ خسرنا ماتش واحد بالبرازيل في قبل النهائي وخدنا ميداليه برونزيه. السيد الرئيس الحقيقه لما رجعنا كرمنا كلنا البعثه وادانا نوت الرياضه من الدرجه الثالثه، وكانت الحقيقه حاجه جميله جدا ان الرئيس يكرم الاولاد البنات يعني اللي معانا ويقف يتكلم معاهم ويسلم عليهم. طبعا. وانت ايه ده الرئيس بقى يا فاطمه؟ لا ما كانش معانا في 2018. ما كانش اليوم ده والله. لا احنا في 2018 بقى بحكي على 2018. 2018 انا فاكر اخر ميداليه برونزيه. المره دي بقى احنا لسه راجعين من امريكا، كانت بتتلعب في ديترويت، وبرده خدنا مركز ثالث، كان نفسنا يعني ناخد ثاني ولا حاجه، بس الحمد لله ملحوقة. خسرنا الماتش بتاع قبل النهائي، خسرناه بضربات الجزاء، كان مع كوستاريكا، والحقيقه كوستاريكا هي اللي خدت الكاس. فاحنا يعني ايه، والمره اللي فاتت خسرنا في قبل النهائي من البرازيل، والبرازيل اللي خدت الكاس. هو اللاتينز عامه مسيطرين. يعني عايز اقول لحضرتك الفرقه بتاعت البرازيل السنه اللي فاتت مش ممكن تقولي ان هو الظاهر بيتولدوا بيلعبوا كوره. هم جيناتهم مش طبيعيه. بجد فعلا. صحيح. يعني احنا المره اللي فاتت في الادوار التمهيديه غلبنا الهند 4-0، غلبنا كوريا، بارقام كانت حلوه جدا. جينا عند البرازيل خسرنا 2-1، وده كويس يعني، واحنا اللي كنا مسجلين الاول. بس الحقيقه زي ما حضرتك بتقولي امريكا، يعني احنا كان معانا كوستاريكا المره دي، كان معانا جواتيمالا، كان معانا بلاد كلها وصلت للتصفيات الحقيقه يعني. فالحقيقه احنا كمان كفريق مصري خدنا يعني مثلنا مصر بشكل كويس جدا. المحطات الامريكيه برضو عشان دايما بيستغربوا، معقوله مصر فيها رياضه لذوي الاعاقه للسيدات؟ اقول لهم طبعا فيها، وفيها زي ما انتم شايفين كده. ولو عندنا الله. وعندنا بطلات زي فاطمه كده. فاطمه ما تحكي لنا بقى عملتي ايه في البطوله الاخيره دي؟ الحمد لله انا هدفت منتخب مصر 5 أهداف. اوفا بقى. الله الله الله. حلو. طب انت ابتديتي امتى؟ يعني خلينا نعرف من البدايه عشان برضو الناس تبقى عارفه. فاطمه انت ابتديتي كوره او حبك لكره القدم امتى؟ لا انا لعبت كره قدم، لعبت كره السله وتنس طاوله. اوكي. ومعايا 30 ميداليه. برضه ميداليات. اوكي. 30. ما شاء الله عليك، برافو. بقى الصفحه بتاع الاولمبيات فيها اختبارات كره قدم، وانا قبل كده بحب كره قدم. كابتن بتاع نادي الجزيره كابتن قبر قال لي انت ليكي مستقبل في كره قدم. رحت قدمت، الحمد لله كابتن فايزه وكابتن كرامي خدروني. دول المدربه بتاعت المنتخب. كابتن فايزه ما شاء الله خدروني، ولا كملت معاهم لحد. وحبيتيها اكتر من الباسكت وكده ولا ايه؟ لا زي بعض. انا جايبه، رحت منتخب كره السله ورحت منتخب كره القدم. انت بطله في الحالتين، انت بطله جميله. باشمهندس هاني، يعني اكيد التعامل مع الملف ده بيحتاج حساسيه شديده جدا، بيحتاج اللي احنا شخصيا شايفينه حتى من طريقه نظره حضرتك لفاطمه، الاحساس الابوي في التعامل مع اللاعبات ومع اللاعبين، فكره ان الاتحاد
او يعني ان بيتم رعايه كل اللاعبين يعني اللعيبه واللاعبات على كل المستويات والاصعده، ده شيء بيحتاج اكيد دعم بصفه مستمره. الحقيقه يعني احنا بدانا في مصر يعني الاولمبيات الخاصه، صحيح هو بدا على مستوى العالم في سنه 68. واحنا بدانا هنا في اوائل التسعينات، والحقيقه كانت الاستاذه الكبيره الله يرحمها ماجده موسى والمرحوم برضو اسماعيل عثمان هم اللي تولوا بدايه هذه التجربه في مصر وتولوا هذا الملف، والحقيقه عملوا فيه مجهود كبير. احنا بنكمل، انا جيت مسكت بعد اسماعيل بيه الله يرحمه وبدانا نكمل. طيب هو خلي بالك الاعاقه الذهنيه من الاعاقات انا بعتبرها يعني مش تحيز، من اصعب الاعاقات، لان الاعاقه الجسديه او البصريه ما زال الدنيا مريحه شويه في التعامل، اما الاعاقه الذهنيه بتحتاج رعايه خاصه ومعامله خاصه. والحقيقه الاهل او الاسر بيشيلوا جزء كبير جدا من هذه، هم ابطال يمكن اكتر من ولادهم بالظبط كده. يعني حضرتك الامهات بالذات يعني 99% بيبقى الامهات. الام بتكرس لما بيكون عندها طفل من ذوي الاعاقه الذهنيه، تقريبا لو عندها 3 اطفال او 4 80% من وقتها بيبقى لهذا الطفل عشان تقدر توصله. الاهل لما بيبقوا زي مامة توته هي المتوليه تماما، لما الاهل بيبقوا يعني متفاهمين، احنا كمان بنعمل زي محاضرات للاهل بتجيلنا من امريكا وبنترجمها، وفي نفس الوقت بنبعت مدربين من عندنا يتدربوا في امريكا عليها. كويسة. دي برامج معموله مخصوص للاسر اللي هو ازاي تقدر، ده مهم جدا الوعي ده مهم يا باشمهندس هاني جدا. بس انا بقى عايز اسمع من فاطمه، نسمع فاطمة منها تحديدا بقى، يعني انت طبعا سامع الباشمهندس هاني بيتكلم عن قد ايه الاهل ليهم دور، كلمينا اكتر يا فاطمه عن الموضوع ده، وكمان انت اكيد بتدرسي ايه وازاي بتعرفي توازني بين ده وده، يعني خلينا نعرف كده الاجواء عندك في البيت ماشيه ازاي. انا سنه تانيه كليه الكوره جامعه حلوان. انت في كليه كمان، شكلك اصغر بكتير. حسيت انك هتقول تانيه ثانوي. لا لا اوكي جامعه حلوان. انا اشكر ماما جدا عشان تعبت معايا الايام اللي فاتت دي كلها ولسه بدري تعبت، واشكر الدنيا كلها ميس منار برضه عشان لا ميس منار ميس سهام جماعه الرساله كلها عشان هم عملوا لي وخلوني لحد الوقت اعرف اتكلم كده غيرهم ولا اي حاجه ولا انا اي حاجه. ده بس انت يعني عايزه اقول لك على حاجه، انت دلوقتي في حته تانية، انت بطله، انت يعني بتاخدي ميداليات باسم مصر يعني، فده حاجه كلنا فخورين بيكي والله بجد يا فاطمه. انت كل الناس يعني اللي بيرفعوا اسم مصر ابطالنا الرياضيين الجمال. طب انت نفسك ايه بقى تاني تعملي؟ يعني دلوقتي انت بتدرسي وبطله رياضيه كبيره، ايه اللي فاطمه نفسها تعمله تحققه تاني؟ لسه هعمل ايه؟ لسه هلعب في النادي الاهلي. طب ده شيء محترم والله العظيم. كابتن محمود يا نور صديق عزيز، ده طلب جماهيري دلوقتي، مش هيتاخر. هكون علامه بعد اخلص ان شاء الله بعد اخلص التعليم. هكون علامه في النادي الاهلي باذن الله يا حبيبتي. والله احنا يعني نتمنى يعني حلو ده ان احنا برضو في النادي الاهلي يا باشمهندس هاني تبقى فكره كويسه جدا. احنا عندنا الاكاديميه بتاعت كره القدم دلوقتي. احنا الحقيقه السورس بتاعنا او المصدر بتاعنا للاعيبات بيبقى من النوادي، عندنا من كذا نادي بنجيبهم، من مدارس التربيه الفكريه. بس هم مش نوادي كتير على فكره ولا موجودين في معظم النوادي دلوقتي؟ نادي السيد عنده، الاهلي عنده، وفيها فرق بشكل نظامي يعني فريق كامل واعمار وكده، مش بالدرجه دي، لكن عندهم رياضه ذوي الاعاقه الذهنيه في لعبتين ثلاثه. والحاجه الثانيه بناخدهم، اصل احنا بندرب احنا كمان يعني مش احنا ساعات ناخد لعيب ما لعبش اللعبه قبل كده وندربه لمده سنه عشان نعده للبطولات. فين بقى التدريبات دي بتكون فين؟ احنا الحقيقه متعاقدين مع القوات المسلحه، بنستعمل الملاعب بتاعتهم والدور بتاعتهم، لان الحقيقه برضو يعني بشكرهم شكرا كبيرا ان هم عاملين لنا دعم بان هم بيدونا اسعار مخفضه جدا. فكل المعسكرات بتاعتنا بتتعمل في الدور بتاعت القوات المسلحه، بنستعمل الملاعب بتاعتهم، والحقيقه لولا كده كنا هنجد صعوبه ان احنا نعرف ندرب الاولاد. زائد طبعا الرعاه، يعني الرعاه هم اللي احنا ما بناخدش حاجه من الدوله خالص غير ان القوات المسلحه بتساعدنا بالدعم، المنشآت الرياضيه بتاعتها. طب هل الدعم كافي لنوع الرعايه اللي حضراتكم بتقدموها للعيبه؟ لا، لان احنا مش بنتكلم على دعم مثلا ايه مادي محدود، حضرتك بتتكلم على كل المستويات في دعم. احنا طبعا زي ما حضرتك قلت احنا الدعم عندنا طبعا الحقيقه
هو اللي حددنا شويه. احنا موجودين في 17 محافظه، يعني احنا لنا فروع في 17 محافظه، فاضل لنا يعني نكمل بقيه المحافظات. اللي واقف قدامنا هو التكلفه الماديه زي ما حضرتك بتقول، فاحنا مركزين على 17 محافظه. اخبار التنسيق ايه مع وزاره الشباب والرياضه؟ والله الدكتور اشرف الحقيقه يعني الدكتور اشرف والدكتوره نيفين القباج بيدونا دعم غير طبيعي الفتره اللي فاتت دي. الدكتور اشرف لما اتزنقنا شويه في بعض الملاعب ايام ابو ظبي فتح لنا الملاعب بتاعه ومراكز الشباب بتاعه الوزاره. طب الدعم اللي بتقدمه وزاره التضامن بيكون في شكل ايه غير دعم معنوي؟ لا هو دعم معنوي وفي نفس الوقت تسهيل كل الاجراءات الخاصه بينا. أوكي. يعني الحقيقه الدكتور نيفين السفر وكده يعني كل حاجه بيسهلوا لنا جدا. الحاجه الثانيه كمان ان يعني مثلا لما رجعنا بالميداليه البرونزيه الدكتوره نيفين والدكتور اشرف جولنا المطار وعملوا لنا احتفال في المطار. والله استقبلوا البعثه بنفسهم. جميل. مش كنت معانا يا توتا؟ صح. مفيش جايزه كده ظرف فيه مفيش حاجه خالص طلعت. فالحقيقه دي كانت حاجه جميله جدا ولا كده؟ احنا ما كناش متوقعين. احنا نازلين من الطياره لقينا اتوبيس بتاع وزاره الشباب اتفضلوا خدنا على الفي اي بي، لقينا بقى الدكتور اشرف والدكتوره نيفين الاثنين مستنينا، اثنين وزراء جايين بيستقبلوا الفرقه اللي فازت بالمركز. حسيتي بايه بقى وانت اول ما رجعتي لقيتي السيد الوزير شخصيا ومعالي الوزيره مستنيني؟ لا انا شفتهم ثلاث مرات وشفت الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلمت عليه مرتين في حفل قدرون الاختلاف. حلو ده. قدرون باختلاف طبعا ايفنت جميل. وسلمت عليهم وسلمت على الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلمت على الرئيس وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وسلمت على وزارات كتير وسلمت على فنانين كتير. انت وصلتي بقى خلاص. يا خلاص بطلة يا فندم. شوف حضرتك انا مرة أمي قالت لي كانت بنتها بتلعب معانا في 2018 ورحنا اتكرمنا في الاتحادية من السيد الرئيس وبعدين الأهالي قلت له يا فندم بعض الأسر عايزين يتصوروا مع حضرتك وبتاع فالحقيقة على طول جم اتصوروا بتاع. فأم من الأمهات قالت لي أنا عندي ولد مهندس وبنت دكتورة ما حدش خلاني اتصور مع الرئيس الا بنتي دي. يعني دي اللي خلتني ما شاء الله اوصل ان انا اسلم على رئيس الجمهوريه تقول لي يعني ما كنتش اتخيل ان هي دي اللي هتوصلني اللي انا فيه. الحقيقه الدعم لذوي الاعاقه عامه خدوه في فتره اللي انا يعني بشتغل مع ذوي الاعاقه من 2003 فتقريبا دخل على 20 سنه مهتم بهذا الملف وده شيء يحترم يا شمهندس يعني بجد يعني تحيه لحضرتك بتكلم بجد مش بجاملك يعني. انا اصل اللي بيبدا معاهم ما بيقدرش يسيبهم بجد يعني هتلاقي ربنا كرم حضرتك اصلا في الحياه يعني انت بتقولي حضرتك والله ساعات يا نهان بيحصل لي حاجات اقول تو ماتش يعني والله العظيم ما شاء الله خلاص هم الولاد بينهم كده وبين ربنا في يعني طبعا طبعا فربنا بيدي البركه وحاجه صحيح. فاحنا بدانا 2003 او انا بدات معاهم من 2003 ايام استاذه ماجده موسى وباشمهندس اسماعيل ما قدرتش بقى بعد ما بدات معاهم طبعا. الفترات بس اللي انا دخلت فيها الوزاره كنت ببعد عنهم شويه لان كان معاك واضح شوية. جدا ان حضراتكم عاملين اللي عليكم وزياده في ضوء المتاح تجاه الشباب دول والشابات الجمال دول. اخبار الدمج المجتمعي ايه بقى؟ شوف حضرتك دلوقتي كل الدراسات حلوه النقطه دي جدا عشان كده حتى احنا دلوقتي لما بنلعب حتى يعني العاب جماعيه كلها بقت فيها دمج. يعني ايه دمج؟ يعني 60% من اللاعبات او اللاعبين بيبقوا من ذوي الاعاقه و30 40% من اللاعبات او اللاعبين بيبقوا من الاصحاء. حد لحضرتك مثال وهقول لحضرتك فوائد ايه؟ الدراسات كلها العالميه اكدت ان عمليه دمج ذوي الاعاقه في المجتمع بتسرع بتنميه القدرات الفكريه طبعاً. بتاعتهم بشكل غير طبيعي. طبعا ويدل على رقي هذا المجتمع بالزبط. ونمو ثقافه هذا المجتمع فعندنا طبعا. فعندنا دلوقتي تعليم مختلط يعني كان زمان لهم مدارس خاصه اللي هي مدارس التربيه الفكريه او فصل مع بعض بتاع النهارده لا لقوا ان ده بيأخر من التقدم الفكري بتاعهم والتحصيل وبيأخر من المجتمع كثقافه انا لازم كده. اعمل وعي للاطفال لا يتنمروا ويقبلوا الاختلاف ثقافه الاختلاف بالظبط كده وعشان كده النهارده بقى في تعليم مختلط يعني انا اعرف شباب كتير عندنا بيتعلموا في اعدادي وفي ثانوي وقاعدين في نفس الفصل اللي فيه بقيه الناس طبعا بيسرع جدا الديفلوبمنت في الكوره بقى او يعني في الرياضه نفس الحكايه احنا بنلعب دايما بالنسبه للسيدات كره القدم بنلعب سبع لاعبات في الملعب لازم ات اني بوينت اوف تايم خلال الماتش في اي وقت في الماتش يبقى في اربعه
وذوي اعاقه وثلاثه سلام ابدي فيهم زي ما انا عايز. هو ذوي اعاقه ولا ذوي قدرات خاصه؟ ذوي قدرات خاصه. لان الناس دي يعني هم فعلا قدرات خاصه. هو الشخص اللي ما عندوش القدره على النجاح والاستمراريه والثقه بالنفس حتى مزبوط. لو كان يعني ما عندوش مشكله ابدا. في منهم يعني حاجات يا فندم. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه عمليه الدمج دي؟ بالنسبه لذوي القدرات الخاصه بيرفع جدا من سرعه التنميه الفكريه بتاعته. وبيخليهم يحسوا ان هم مش صح مختلفين. صح هم جزء من حضرتك طبعا. بالنسبه للاشخاص العاديه بتعلمهم ازاي يتعاملوا مع ازاي يتقبلوهم ازاي يساعدوهم. احنا لما بنطلع دايما المعسكرات بتاعتنا سواء هنا في مصر او بره دايما بنحط الاوضه فيها واحده من ذوي القدرات وواحده طبيعيه. لو تشوف العلاقه بينهم بتفضل ازاي يعني واحده فيهم اللي هي العاديه بتبقى زي ما تقول حضرتك هي واخده بالها من البنت الثانيه. كنا بنلعب في 2018 في امريكا في شيكاغو وبعدين بنت من اللاعبات الاصحاء يعني اتصابت. انا فوجئت ان في واحده اتريها كانت هي دي اللي معاها في الاوضه. جريت عليها وترمت عليها وتعيط وعارف حضرتك بيحصل كده نوع من انواع الكونكشن جميل جدا. بتشوفوا لقطات مؤثره كتير وانسانيه جدا. لا الناس دي يعني بجد اي حد بيساعدهم ربنا احنا الحاجه الوحيده اللي ناقصانا الحقيقه ان يبقى عندنا مور سبونسرز يعني عندنا رعاه اكتر عشان نقدر ننتشر في بقيه المحافظات. الحاجه الثانيه اللي احنا بنعملها كمان ان احنا هنختم بقى بدي يا باشمهندس ثاني عشان احنا اصبحنا المهندس ايمن عبد الوهاب اللي هو اللي ماسك منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقينا احنا لينا وضع خاص في المنطقه نتيجه الفتره الكبيره اللي احنا كنا بنشتغل فيها في هذا المجال. فاصبحنا كمان بندرب المدربين في الدول العربيه هيك. فمصر الحمد لله اصبحت يعني بقينا بيت خبره في الملف بالظبط كده الحمد لله. موفقين دايما يا فندم. الله يخليك نورتونا. موفقين والله يا باشمهندس هاني فرحانين بحضرتك كمان ومزيد من يعني التالق في هذه المسيره المحترمه. يا رب طلع لنا بقى ابطال اكتر واكتر احنا يعني هنبقى فرحانين بده. فاطمه يعني بصي احنا كلنا فرحانين بيكي وربنا يكرمك في اللي جاي وتيجي معانا تاني تبقي بطله بقى كبيره اكتر وميداليات اكتر ما تبقيش عارفه تلبسيها من كترها. توعدينا؟ ما شاء الله. ان شاء الله. اقول حاجه طبعا انت ممكن تقولي حاجات يلا قولي. عايزه اشكر فريق كره القدم النسائيه اللي سافروا لامريكا السنه دي عشان هم تعبوا معانا تعبوا معايا كده نور منار مي وحلا بالذات نور منار دول اكتر ناس بحبهم جدا خلوني هضحك كتير وبحبهم جدا. يا رب دايما بتضحكي. احنا وصلنا المطار واحنا طالعين من المطار البنات كانوا بيعيطوا لان خلاص 10 ايام احنا قاعدين وبدلوا التليفونات يعني احنا هنستناكم بقى ان شاء الله الفتره الجايه تجينا ومعاكي نجاحات جديده كمان يعني. باذن الله. نورتونا يا باشمهندس. بنشكر حضرتك على المجهودات الكبيره اللي انت بتعملوها. هنتصور معاك قبل ما تمشي ان شاء الله. ماشي شكرا. طيب هنروح فاصل ونرجع عشان نتكلم بقى في ملف كره القدم اكيد والنادي الاهلي ونقاط كثيره جدا بتهم حضراتكم وبتهمنا احنا كمان ونفسنا نلاقي اجابات عليها. فاصل ونرجع نكمل. زي ما كنت بقول لحضراتكم الفقرة الأخيرة هنختمها بالحديث عن كرة القدم وكل ما يهم أكيد جماهير النادي الأهلي بملفات مختلفة عن النادي ويعني نهاية موسم وبداية موسم وظروف هنخش نفس الظروف ولا لا يعني كل ما يحمله أو تحمله الأجواء من استفسارات أكيد هنحاول إن احنا نجاوبها مع حضراتكم. منورنا كابتن إيهاب جلال. بتيجي تتكلم بقى عن حراسة المرمى تقول كابتن إيهاب جلال. صباح الفل. صباح الفل يا كابتن سعداء ومنورنا كالعادة. بوجود حضرتك معك والله. واكيد عندنا حاجات كتير فعلا نتكلم مع حضرتك فيها تعالى نتكلم او نبتدي كلامنا باللي كان حاصل في الفتره الاخيره وبموجبه حضرتك اكيد عندك قناعه معينه او رؤيه معينه ان الموسم الجديد ما ينفعش يبتدي غير ونقاط بعينها نقاط معينه يحصل فيها تغيير جذري. ايه النقاط دي؟ بص يا كريم اولا لازم بعد نهايه الموسم لازم اللعبه تاخد راحه. ده مهم جدا جدا في الرياضه وفي كره القدم بالذات. مش معقول النادي الاهلي بقاله دلوقتي حوالي 3 4 سنين متلاحم المواسم كلها ورا بعض. ده صعب جدا وده بيهلك في اللعيب. طبعا. ده مش كويس للنادي الاهلي ومش كويس لمنتخب مصر. ادي اول أكيد. حاجه. فلازم اول حاجه اول نقطه ان لازم اللعيبه تاخد راحه كويسه جدا. والحمد لله يعني القرار اللي خده مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ان يعتمد على الشباب والناشئين يلعبوا بقيه الدوري اللي فاضل يعني
ويريح اللعيبه الكبار شويه. ده شيء رائع جدا وشيء جميل، واحنا يعني خطوة مؤجلة كانت يعني ممكن نعملها قبل كده عشان نبقى جاهزين كسكواد كامل، بس كويس انها تمت يعني. تمت والحمد لله، وبرضو النادي الاهلي يعرف اللعيبة الناشئين دي والشباب وقفوا واقفين لغايه فين، يقدروا يكملوا ما يكملوش، ده شيء رائع وشيء جميل يعني، فيها كل فوائد كتير جدا طبعا. المكان اللي الوقت اللي احنا خدناه دوت فيه فوائد كتير جدا للنادي الاهلي وللاعيبه الكبار اللي ريحت وكل ده. بس انا ممكن اسال رائع. سؤال يعني كابتن ايهاب، هل انا لجأت للناشئين او ده في العموم مش النادي الاهلي، هل انا كمدير فني بلجأ للناشئين لما بيكون عندي دكه الاحتياطي مش اناف او مش كافيه، وهل احنا فعلا كنا كده؟ لا، هي الموضوع مش كده. النادي الاهلي عنده ذخيره جدا من اللعيبه كويسه جدا، دكه كويسه جدا، لانه طبعا النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتير وفي روتيشن دايما روتيشن كتير جدا طبعا. اللي حاصل ان لما الدوري ابتدى يعني النادي الاهلي بعيد عنه شويه ابتدى يعتمد على الناشئين، وده شيء رائع وشيء جميل، وانا شايف ده شيء صحي جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للشباب اللي موجوده. الشيء الثاني ان انا لازم اشوف اللعيبه دي وصلت لغايه فين، برضو انا عندي قطاع ناشئين ضخم، عندي قطاع ناشئين قوي جدا، فلازم اشوف اللعيبه دي ماشيه لغايه فين، واقفه فين. هو قطاع بروميسنج يعني، هو خرج لي قبل كده كتير جدا نجوم كتير أطلع. جدا، وهم اللي دلوقتي على الساحه القرويه في مصر كلها، زي حسام غالي مثلا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، طالع من الناشئين الشناوي، تريزيجيه لما كان موجود. شايف الناشئين الجدد بنفس ثقل الاسماء اللي حضرتك ذكرتها دي؟ بص حضرتك طبعا محتاجين وقت بطبيعه الحال. لا انا بتكلم ك ك يعني كلعيبه واعده، لعيبه واعده يوصلوا للاسماء، لعيبه واعده، بس طبعا الظروف هي اللي بتخدم الوقت او اللعيبه دي بالذات. يعني مثلا هم لعبوا كلهم مع بعض، زمان احنا لما كنا بنطلع مع الدرجه الاولى كان بنطلع مع الكبار، يعني انا اخد فرصه مع الكبير، فلازم اشوف اللعيبه دي كلها اللي هيصلح منهم، او اللعيبه اللي النادي الاهلي شايف ان هو ده ان متوسم فيه خير، لازم يلعب مع اللعيبه الكبار، ده الفيصل اللي هيخليه يكمل او ما يكملش. اكتر لعيبه حضرتك شخصيا توسبت في يعني انا زياد طارق لعيب كويس جدا، محمد شريف كويس جدا، شوبير مصطفى شوبير ماشي كويس جدا، يعني انا شايف في لعيبه كتير جدا كويسه قوي خدت فرصه، ولو هتاخد فرصه اكتر هتبقى كويسه بالزبط. بس تتاخد مع اللعيبه الكبار، يعني يخش واحده واحده كده مع اللعيبه الكبار هياخدوا فرصه هيبقوا كويسين جدا، لان ده العامل الرئيسي ان هو مثلا كلهم ناشئين مع بعض برضو ما تبينش اذا كنت انت تفرق او ما تفرقش، انما لازم يكون في دمج كمان بينه وبين اللعيبه، لازم يكون في دمج مع اللعيبه الكبار، وده هيبان بقى اذا كان اللعيب ده يكمل ولا ما يكملش. طب ما تيجي نتكلم بقى عن اصلا يعني طرق اللعب او طريقه اللعب اللي الاهلي شفناها متكرره شويه في الفترات اللي فاتت او الماتشات الاخيره، وهي فكره اللعب الدفاعي الى حد ما اللي احنا مش معتادين عليه، لان الاهلي دايما هجومي او يعني اكثريه الاوقات، فشفنا لعب مختلف. البعض بيقول لك من هذا المنطلق ان سواريش يعني مش فاهم طريقه النادي الاهلي، وبعد الاخر بيقول لك هو ده كان ظروف المباريات. راي كابتن ايهاب جلال ايه؟ بص حضرتك سواريش ممكن يكون جاي من بره، مش مع فرقه قويه، يعني مش فرقه مثلا زي بورتو زي سبورتنج لشبونه، الحاجات اللي هم اللعيبه الفرقه اللي بتلعب هجومي دايما. أيوة. فهو ممكن يكون جاي من فرقه اقل شويه كده. بالظبط، لازم يدافع، لازم، فهو لازم برضو يحس، او الناس اللي المدربين اللي تيجي النادي الاهلي لازم تعرف ان ده النادي الاهلي، النادي الاهلي زيه زي بايرن ميونخ زي ريال مدريد، ليه اسم كبير في الشرق الاوسط وافريقيا. يعني استناهم لما يعرفوا بعد ما يجي. ما هو لازم يعرفوا هم قبل ما يجوا، يقول لك ده النادي الاهلي بيلعب في بطولات كبيره والنادي الاهلي. ايوه، ما هو بطل. بيبقى عارف وهو جاي بعد ما بيتم اختياره او بيتم ترشيح اسمه، المفروض المدير الفني بيبقى عارف. المفروض بيبقى فاهم، بس هو لازم يغير من طريقته هو اللي معتاد عليها. أوكي. يعني هو المعتاد على لعب معين بره او في فرق اقل من الفرق اللي هي الدرجه الاولى. أيوة. اللي هي المصنفه الأولانية، إنما لازم يبقى فاهم إن النادي الأهلي برضو نادي كبير، لازم يلعب هجوم على طول، لأن الأهلي خطوطه كلها متكاملة، يعني الدفاع يعني مش هيبقى وحش والهجوم كويس، يعني الكلام ده مش موجود، يعني ده فرقة كبيرة، فرقة كبيرة كل الخطوط متكاملة، فلازم يبقى فاهم ما يلعبش دفاع، ولازم برضو الناس يوصلوا له الكلام ده، الناس المساعدين بتاعه المصريين لازم يوصلوا إن النادي إحنا لازم نلعب هجوم، لازم، وبرضو الإدارة لازم توصل له الكلام ده كله. مع إننا شفنا العكس كابتن إيهاب على الأرض، يعني
يعني لما نيجي نتكلم عن طلائع الجيش والنهارده السيراميكا، تحس الفرق الثانيه بتلعب معاك عايزه ايه، ما عندهاش حاجه تخسرها، عايزه تجيب جول في اول دقايق، وده حصل. برافو عليك. العكس يعني ده مشهد عكسي. ليه بقى؟ ليه يا هوندي؟ عشان الفرق دي دلوقتي كله ضمن ان هو قاعد، ما مش محتاج مركز، مش محتاج هيلعب على مركز عشان ده، فبيلعب مرتاح جدا، فبيبتدي يلعب ان هو يلعب بيلعب مع النادي الاهلي عشان يبقى مشهور او يتشهر، وعارف ان الاهلي عنده ظروف خاصه، والاهلي عنده ظروف بيلعب بالناشئين او بالشباب. فطبعا اللي شفناه في طلائع الجيش هو ده اللي انت حضرتك بتقوليه بالظبط، يعني ان النادي الاهلي طلائع الجيش مش محتاج حاجه، طلائع الجيش قاعد في الدوري الممتاز، فرقه كويسه طبعا ما فيش كلام، مدرب كويس كابتن طارق العشري، قدر يخلي اللعيبه تلعب يعني شال من عليها الضغوط زي ما الناس بتقول، ما بيلعبش قدام النادي الاهلي ضغط وبتاع ولازم اتعادل او ما اتغلبش او كده، هو شال من عليهم الضغط او شال من عليهم الضغوط ان هو يلعب كويس، فعشان كده حصل في المباراه كده ان هو لعب عادي جدا وابتدى يهاجم وابتدى يشتغل كويس. فهي دي وظروف النادي الاهلي برضو اللي هي الناشئين والكلام ده كله، فهي كل الفرق دلوقتي، وهتلاقي سيراميكا نفس الكلام النهارده متوقع متوقع طبعا جدا، لان الناس كلها بتلعب دلوقتي مرتاحه جدا، مش ما فيش ضغوط عليها، وده مهم جدا انك تشيل الضغط من على فرقه او من على كاهل اللعيبه، طبعا بيشيل حمل كبير كانك شايل جبل وشيلته من عليه، فبتدي بقى الناس تلعب كويس، وبتدي الناس تبقى مرتاحه مقاتله يعني، وبتلعب مع النادي الاهلي في شهره ليهم، حاجات كتير جدا. خلينا نقف عند التفصيله دي ونستاذن حضرتك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشتنا. اتفضل. اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن ايهاب جلال اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي بنتكلم معاه عن كتير من التفاصيل والامور اللي اكيد متعلقه بالنادي الاهلي، واللي من ضمنها ودي النقطة اللي عايز أسأل حضرتك عليها كابتن إيهاب بعد إذنك، بطبيعة الحال سواريش لا خد وقته يعني كمدة كافية، ولا جه على وضع ساوي قوي، فبالتالي فكرة الحكم عليه هيبقى يعني حكم جائر إلى حد كبير، ولكن على الأقل الشوية اللي فاتوا يدونا انطباع ولو مبدئي عن كينونته كمدير فني جديد جلبوا النادي الأهلي عشان يصلح الأمور. بص يا كريم، هو المشكلة كلها في سواريش ان هو اما جه كسب اول مباراة اوكي، تاني مباراة تقريبا تعادل، كابتن مجلس الإدارة خد قرار ان الشباب هو اللي يلعب الدوري، فطبعا ما تقدرش تحكم عليه ان هو يعني مدرب كبير ولا مدرب عادي او بس هو احنا طبعا ورا النادي الاهلي باي قرار بياخده طبعا، بس مش بيبقى في شويه ارهاصات كده، شويه امارات بتبين لك إن طبعا يعني ان لا ده لما الدنيا تظبط الراجل ده هياخدنا ويطير بينا. والله بص يا كريم، يعني برضه لازم يبقى في يلعب مع اللعيبه الكبار، يعني لعيبه النادي الاهلي الاساسيين عشان تقدر تحكم عليه برضه خطته، لان برضه مهما يكون اللعيبه اللي هي الشباب الصغير ده لسه بادئين فتره اعداد او ما خدوش ماتشات كتير، فطبعا الحكم على الشباب وعلى المدرب في الوقت الحالي انا شايف ان هي ممكن تكون ظالمه شويه، انما عشان احكم على المدرب طبعا اكيد هو اكيد مدرب كويس، يعني انا بحكم من خلال التشكيل بتاعه، الاختيارات بتاعته، التغييرات بتاعته، يعني ده اللي ممكن نحكم عليه سو فار زي ما بيتقال كويس. انا بس هو المشكله عنده ما عندوش المقادير، يعني اللي معاه ما تطلعش، هم دول الموجودين يعني، هم دول اللي اقدر اشتغل خلال المتاح، يعني المتاح بس هو ده المتاح بالنسبه له اللي موجود، ما فيش تغييرات كتير، ما فيش حد يعمل يعني، برضو اللعيبه اولاد صغيرين اولاد كويسين كل حاجه، بس برضو لسه ما فيش حد فيهم يقدر يعمل الفرق انه تقول عليه مثلا ده التغييره بتاعته كويسه، او عمل مثلا اضافه طلع واحد ونزل واحد اضافه احسن كتير، ما تقدرش تعمل، لان الاولاد برده كلهم لسه بياخدوا خطواتهم الاولى بياخدوا بالظبط كده، ما فيش حد يقدر يعمل فرق بالنسبه للنادي الاهلي دلوقتي، عشان كده بقول لحضرتك هو لازم يكون مع الفرقه الاساسيه، الفرقه النادي الاهلي الاساسيه الكبيره، عشان تقدر تحكم عليه اذا كان هو يقدر يكمل او ما يكملش، او مدرب كبير او مدرب عادي يعني. طب بالنسبه الكيمستري ما بين المدير الفني والفريق ده برضو بيبقى ليه عامل اساسي في يعني طبعًا الاداء طبعًا. شفنا مع مانويل خوسي على سبيل، انا دايما بحب ادي مثال بمانويل لان هو مثال لقصه ناجحه، هو جه كان الاول ناس تقول لك هو مين ده اللي جاي وانتقد بشكل كبير، وبعدين اثبت ان هو واحد من افضل المدربين اللي عدوا على تاريخ النادي الاهلي، علاقته باللعيبه كانت اون اند اوف وكان شديد جدا، حتى وهم كسبانين كان بيعنفهم، يعني دي طبيعه خاصه، بس في
نفس الوقت كانوا بيحبوه. فهل انا لما اجي اتكلم هنا عن سواريز مش هقارن طبعا بمانوال، بس في حاجه هتقع ولا ايه؟ بصيت فوق بس انا دايما عندي خوف دايما ان في واحده هتقع. دايما اقول لكريم انا حاسه في حاجه هتقع دايما. المهم سواريز اللغه بتاعته برضو ربما البعض بيقول لك انها لها تاثير، ممكن يبقى مش افضل شيء في الكوميونيكيشن او التواصل، لسه اللعيبه مش فاهماه او لسه الكيمستري ما ركبتش قوي، هل الكلام ده بتشوفه من وجهه نظر حضرتك برضو كلاعب ولك خبره في ده او نظره؟ انا شفت الكلام ده، بس هي المشكله كلها برضو الوقت ضيق جدا، يعني الراجل بقاله تقريبا شهر او كده او شهر وشويه. ما مش انا كمدرب او فني ما اقدرش احكم عليه في خلال الشهر ده، من الشق ده يعني، من الشق ده طبعا، لانه برضه ما عندوش، انا برضه لسه هرجع برضه للكلمه اللي انا قلتها قبل كده، ان هو ما عندوش الفرقه الاساسيه ان انا اقدر احكم عليه هو كويس ولا مش كويس. هو دلوقتي بياخد الولاد الشباب دولت عشان يديهم فرصه عشان يقدر يحكم عليهم، علشان كمدرب يحكم أيوة. على اللعيبه، انما انا مش هقدر احكم على المدرب اذا كان هو كويس ولا مش كويس بخلال اللعيبه الموجوده دي، انما عشان احكم عليه في اول ماتشين او كده برضو الموضوع صعب، الموضوع ضيق جدا يعني. ما ينفعش. احنا اتكلمنا عن الشباب الصغيرين ومتفقين ضمنيا ان هم اكيد يعني لسه بياخدوا خطواتهم الاولى، بيتحسسوا طريقهم مع الفريق الاول، واكيد الموضوع ده ليه رهبته بطبيعه الحال. حقيقة. يعني هم لا غبار عليهم. طيب بالنسبه بقى للعيبه الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها واللي تم ذكرهم في اكتر من مره ضمن سياق الكلام، هل في راي حضرتك شايف ان في يعني حتى لو ما قلناش اسماء بس على الاقل هل ده موجود ولا لا؟ هل في لعيبه لا تستحق ارتداء تيشيرت النادي الاهلي؟ بص يعني او مستواها اتهز قوي في الفتره ده سؤال شديد. هو في ده سؤال من نار. حقيقه كلامك مظبوط جدا وكلامك مظبوط جدا يا كريم. هي طبعا في لعيبه ما تقدرش تستحمل ضغط النادي الاهلي او ما قدرتش ان هي يعني عايز اقول ان هي ما تقدرش تكمل في النادي الاهلي. انا مش عايز اقول كلمه صعبه ان ما تقدرش تلبس تيشيرت النادي الاهلي، طبعا كلمه كبيره جدا. في ناس طبعا خدت فرصه وفي ناس ما تقدرش تكمل. يعني انا برضو مش انا اللي اقدر اقول مين يعني هو المدير الفني على فكره. وانا كان سؤالي لحضرتك كمتابع وكمشاهد، كمتابع لا كمتخصص ولا كمدرب حراس مرمى ولا كلاعب سابق، كواحد قاعد بتتفرج واهلاوي صميم وفي حاجات امور معينه بترضيك وامور تسوقك. والله في فعلا انا كمشاهد مش هقدر اقول كفني يعني كمشاهد ان في ناس يعني للاسف ما تبقاش موجوده في النادي الاهلي. بس مش عايز برضه لا أقول أسهم. انا شايفه ان مش صح ان احنا نقول اسماء دلوقتي. لا ما نقولش اسماء، ما فيش اسماء يعني. إنما طبعا في كل انديه مصر كلها وبالنادي الاهلي كمان بالذات ان في لعيبه ما تقدرش تكمل. يعني انا شايف كده في حوالي 4-5 لعيبه، معلش مع احترامي ليهم برضه بغير اسامي، ما لازم بعيد خالص عن النادي الاهلي، ومش هم دولت اللي هم يعني يمثلوا النادي الاهلي. ما بتكلمش على اولاد النادي الاهلي، دول جايين من بره. أيوة. يعني ما خدوش خلاص احنا عرفنا مين عايز تقول ايه اكتر من كده كابتن ايهاب، ما تعرف نقول اول حرفين. لا خلاص بلاش. لا في طبعا في اكيد ناس ممكن ما يكملوش في النادي الاهلي. هو عامه فكره برضو الاعارات اللي عندنا اللي ان هي ترجع. صحيح. فكره اعتماد على الناشئين غيره، مش لازم حتى نعمل صفقات يعني من ملايين او غيره، انت عندك برضو ناس في اعارات ممكن يرجعوا يعملوا لك برضو سكواد حلو قوي. لان يعني هم دولت الناس الاعارات دولت يعني انا شايف ان هم خدوا فرصه لعبوا بره كويس جدا، اتحسن منهم كتير، اتحسنوا كتير جدا، ممكن يرجعوا النادي الاهلي يمثلوا النادي الاهلي. يعني انا شايف بصراحه يعني الولد زياد طارق ده كويس جدا. انا يعني انا فوجئت طبعا، انا عارف طبعا اللي مبسوط له قوي جدا وماشي كويس جدا مصطفى شوبير. يعني وفي احمد ياسر ريان، واحمد ياسر ريان طبعا لما يرجع يبقى طبعا هو موجود دلوقتي لعيب كويس جدا، ولو خد فرصه هيبقى من احسن فراوده موجوده في مصر، لانه لعيب كويس وانا مرنته في قطاع الشباب في النادي الاهلي. انا مبسوط جدا لمصطفى شوبير لانه خد فرصه، لما ياخد فرصه وهيبقى كويس جدا. ولد ما شاء الله بيكتسب كل يوم خبرات وكده، وده حاجه كويسه. يعني تبقى مشكله كبيره لما يكون لعيب ابن لعيب كبير ونجم، يعني بتحس ان الاسم بالكامل ده عبء عليه اكتر ما هو من بالظبط كده. بس مصطفى شوبير شريف اكرام، يعني برافو عليك. في ناس يا عيني بتضطر تخوض بيقارنوهم بابائهم يعني. بس انا شايف ان شوبير يعني مصطفى شوبير ما شاء الله، يعني انا يعني الفرصه اللي خدها انا
يعني مبسوط جدا ان هو خدها، والولد بيثبت كل يوم ان هو كويس بصراحه. بخلاف بقى عن والده ده منجع بيه، والده كان جول كبير طبعا وجول عظيم في النادي الاهلي، وانا يعني كان ليا الشرف ان انا زملته فتره طويله جدا في النادي الاهلي. انما الولد ماشي كويس جدا بعيد عن والده خالص، يعني بلاش نحط مصطفى مع والده، دي حاجه ودي حاجه. زي مثلا كان شريف اكرامي وكابتن اكرامي طبعا، كل الكلام ده لازم نبعده عن الموضوع ده، ان الولد ماشي كويس. وده نبص للولد بقى نرجع بوالده دلوقتي. فان شاء الله في لعيبه كتير جدا ان شاء الله تبقى كويسه، وان شاء الله ياخدوا فرص ويمثلوا النادي الاهلي ويبقوا على قد المسؤوليه. يعني يا كابتن نمرض ولا نموت قلناها 100 مره بقى يعني، حقيقة وده حقيقة مش كلامنا ده التاريخ يعني، وده مفيش مشكله وما عندناش اي ازمه يعني. ما عندناش اي، مش هنقارن نفسنا بانديه عالميه او غيره، بس اي حاجه يعني دوام الحال افضل طبعا. النادي الاهلي هو النادي الاهلي. نورتنا كابتن ايهاب بجد والله، شكرك جزيل الشكر، ونشوفك على خير باذن الله. وشكر موصول ليكم مشاهدينا على متابعتكم لينا، ان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الله، الى اللقاء.